سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم إلى النسخة الخامسة من مهرجانات بيروت الدولية للتكريم بياف. رحبوا معنا بالدكتور ميشيل الظاهر. أيها الحضور الكريم، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في وسط العاصمة بيروت، هذه المدينة العريقة التي تضج حياةً وتنبض معرفة، لنشهد سويةً إطلاق مهرجانات بيروت الدولية للتكريم بدورتها الخامسة، بيروت International Award Festival 5th Edition. بيروت تكرم مبدعين، عنوان عريض أردناه سوياً للعاصمة التي أذهلت العالم بتنوع حضاراتها، ثقافاتها، وانفتاحها على سائر البلدان. مهرجاننا هذه السنة أردناه مختلفاً عن سابقاته، فانتقلنا به إلى الهواء الطلق من هنا، من على مرسى ياخت كلوب بيروت زيتونة باي، وعلى هواء محطة الام تي في المميزة. أردناه منارة باتجاه واحد، وهو استقطاب المميزين إلى لبنان لتقول لهم بيروت شكراً، ولا لترحيل الأدمغة والمبدعين إلى الخارج. أردناه من على شاطئ بيروت ليكون منارة ثقافية سياحية تعكس وجه لبنان الحضاري، لبنان السلام الذي نطوق إليه أبداً. نعم، فالسلام وحده هو العامل الذي يثبت الإنسان بأرضه ووطنه. فكم منا هاجروا بحثاً عن السلام، ولما وجدوه أبدعوا، تميزوا، وعادوا إلينا بإنجازات فاقت حجمهم وتغنى بهم العالم بأثره. حالنا هذا هو حال الشخصيتين اللتين يحمل المهرجان اسمهما. إنهما لبنانيا الأصل، هاجر وعاشا في بلدان مختلفة، الأول في إيطاليا والثاني في أمريكا. جذورهما اللبنانية عادت لتجمعهما سوياً، حيث خلقا 70 شخصية كرتونية من الرسوم المتحركة، وترجمت أعمالهما إلى 20 لغة دخلت قلوب الصغار والكبار على السواء، إذ إنها لم تكن تهدف فقط إلى الترفيه، بل كانت تنشر التوعية الاجتماعية. حصدا جوائز تقديرية جمة، رحلا لكن أعمالهما خلدتهما. فمن منا لا يحب توم أنجيري؟ لجنة مهرجانات بيروت الدولية للتكريم، وبالتعاون مع مكرمي بياف 2013 الذين باتوا أعضاء شرف هذه السنة في اللجنة، اختاروا شخصيات مبدعة من 8 بلدان مختلفة، وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، أرمينيا، الجزائر، مصر، السعودية، ولبنان، وفي مجالات متعددة: علوم، سياسة، شعر، أدب، إخراج، نحت، رسم، موسيقى، تمثيل، وغناء، وقصة نجاح. نعم، مكرمون لهذا العام بصموا بإبداعهم، أسماؤهم كانت كلمات على أسطر فباتت عناوين. اسمحوا لي أن أحيي وزارة السياحة راعية الحفل، وتعاوني وزارتي الثقافة والإعلام، محافظ بيروت ورئيس وأعضاء مجلس بلديتها الكرام. كما يشرف المهرجان هذه السنة أن يحمل اسم مبدعين في الإخراج والإنتاج والتأليف، أفاضا العالم فرحاً وحكمة. إنهما المبدعان ويليام حنا وجوزيف بربيرا. باسم اللجنة المنظمة أشكر دعم وحضور وزارة السياحة ممثلة بحضرة الوزير ميشيل فرعون، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وبلدية بيروت، كما وأخص بالشكر إدارة زيتونة باي بيروت ووتر فرونت ممثلة بالسيد فاروق كمال،
وإدارة سوليدار ممثلة بالسيد منير دويدي ورعاة المهرجان ومحطة الام تي في والقيمين عليها. شكري للإعلاميين السلطة الرابعة لمواكبتهم وتغطيتهم هذا الحدث. وأخيراً ألتفت إلى اللجنة المنظمة قائلاً: إني أحييكم فرداً فرداً، تعاوننا أثمر نجاحاً، وها هي جهودنا تضيء اليوم سماء بيروت. إنني ومن على هذه المنصة أطلق مهرجانات بيروت الدولية للتكريم بدورتها الخامسة، بيروت انترناشونال أورد فيستيفال 5th إديشن نيمد ويليام حنا أند جوزيف بربيري. عشنا سوياً في لبنان أفضل. من بحر هالمدينة اللي ما بتتعب ولا بتستسلم، من إيماننا وأملنا بفجر أحلى، من بيروت عاصمة الحضارة والنور، بيروت اللي حتشع نورها على العالم بأضخم مهرجان للحياة. نحن معكم ليلى من الزيتونة باي، بيروت ياخت كلوب.
رح نحتفل ونكرم المبدعين من لبنان والعالم. مساء الخير نادية، مساء الخير لكل الحضور. يعني مثل ما نقول بيروت، بيروت معروفة بنسائها بجمالها، فتحية لنادية أبساط وأهلا وسهلا فيك عن جديد. اشتقنا لك. تحية لكم من زيتونة بي، من هالبلد الجميل لبنان، يلي بيضم اليوم بمهرجان البياف وبيستقبل ألمع وأهم النجوم والأسماء اللبنانية العربية والعالمية باحتفالية الإبداع، الفنون والتفوق. طبعاً أسماء من مختلف الميادين اليوم رح يجتمعوا معنا بهالمهرجان يلي بأكد مرة جديدة على ريادة دور لبنان بالمنطقة وبالعالم، لحتى يكون مساحة تفاعل فني حضاري حواري وإنساني. صحيح محمد، ورغم قساوة المشهد بالداخل وعلى الحدود، نهدي هالليلة لكل مين عم بدافع عن كرامة لبنان وشعبه، عن لبنان الأمل، لبنان الفرح، لبنان السلام. تحية منا لشهداء الجيش اللبناني وكل جندي لبناني عم يحمي الوطن، لولاكن ما كنا لليوم ولا أي ليلة فينا نحتفل. طبعا نادي أبدم صوتي لصوتك وصلاتنا الليلة أنه يرجعوا جنودنا المخطوفين لأهلهم سلمين، وتكون الأيام اللي جاية أيام خير على الكل، ومثل ما هو شعار المؤسسة العسكرية اللبنانية اللي بنعتز فيها، شرف وفاء وتضحية، تحت هذا الشعار نحن مستمرين. البياف عطول مذكر أنه قدر اللبنانيين من سنوات طويلة كان الاغتراب، وكتار منهم أبدعوا وتركوا بصمة مهمة عالمياً. دورة المهرجان لهالسنة مثل ما لاحظتوا بتحمل اسم ويليام حنا وجوزيف بربيري، وهن من أصل لبناني أيضاً، أبدعوا بالإخراج والإنتاج وسكنوا طفولة الملايين. ليلة البياف بقدم تحية لروح للي ابتكروا أكثر من 70 شخصية كرتونية أشهرهم توم أند جيري. خلينا نشكر بالبداية محمد أسد غسطين اللي قدم لنا الفاير ووركس الحلوين. طبعاً خلينا نبدا بالتكريم. كمان نذكر كل مشاهدينا والحضور انه ليلى فيهم يتابعونا عبر شاشه الام تي في طبعا وعبر شاشه اغاني اغاني بيروت. مشاهدينا اللي اعطت زواره من ادباء وشعراء اكثر ما اعطتهم كل عواصم الدنيا، جمعت الشاعر العربي والسياسي المعارض والمفكر الهارب. غموضها الهمهم وجمالها سحرهم وجعلتهم يسكنوا شوارعها الشهيره ويحولوا افكارهم الى حبر على ورق. سحر بيروت سكن أيضاً الروائية الجزائرية وجعلها تكتب أكثر وتعشق الكتابة، فأشعلت حواس الشعب العربي وطبعت كتبها بذاكرتهم وأعادت للرواية رونقها العربية. تحديداً بندعي السيد أو الوزير محمد رحال والإعلامية بولا يعقوبيان يتفضلوا على المسرح ليسلموا الجائزة الأولى. مساء الخير. مساء الخير. من بيروت منحييكم، قامعيننا بالوقت من الأول، ممنوع نطول. مع أنه بولا المكرمة الليلة جسدت بكتاباتها وعلمت ملايين من البشر الثورة على القمع وعلى الاستبداد. صحيح، وهي بنت مناضل. بس اسمحوا لي أخبركم، كنت أشتغل من 15 سنة أنا وإعلامي كبير بمحطة ام تي في اسمه إلينا كوزي. بحييه وين ما كان لإلينا كوزي وريت بتزقفوا له. كنا على نفس المحطة، عنا برنامج مشابه بأوقات كتير متقاربة، بس كان الزمن يمكن زمن المنافسة الشريفة، كنا كتير أصحاب وكتير منحب بعض. بيجي هون نهار بيقول لي وينك؟ جايب لك هدية. أنا يلا ناطرة قاعدة، بيوصل جايب لي كتاب. طلعت فيه كتاب إلي إنه في جيرار توفينغ جيان أيشتي إلي صعب، جايب لي كتاب. قال قري للكتاب. ترى أنا بجيبه الكتاب. مهم بلشت ذاكرة الجسد، فتحت أول صفحة وين أحلام. لحد اليوم بعدني بخبر، ضليت عم بقرأ لطلعوا عيوني يمكن لبرا، ما قدرت شيل الكتاب من إيدي. ما بعرف إذا علقت بالأسلوب أو علقت بالقصة أو علقت بأحلام. مجسدي بطل إيده مقطوعة، إنسان عادة بيحلم بأمرة مثل ديزني كل شي فيهم كامل. أحلام جسدت ذاك الرجل وعملته بطل. تحلم فيه كل وحدة بتقرأ الكتاب، بتعلم الحب. بغار من ألمك وبعشق روحك يا صديقتي. بعد الكتاب صرنا أصحاب، ما بقفي كلمة بتكتبها أحلام. واليوم كتير كتير بيشرفني أوقف حدك ونقدم لها الجايزة، لأنها جايزة كبيرة للعالم العربي. أحلام مستغنمي. حملت بكل قصة أوجاع أفكار وصرخة من القلب والعقل،
قدرت تخلينا نعيد النظر، نقرر، نخبر ونحاول نغير أحلام مستغامنة على المسرح يليق بك. لما ذكرت الجسد صارت قصة جالت العالم العربي وخلقت موجة أدبية عارمة. عرف العالم العربي أنه أمامه ظاهرة استثنائية بعالم الأدب والكتابة. خيبات العالم العربي وأماله ترجمتها أحلام مستغامنة بمجموعة من الأعمال رسمت نمط الأدب المعاصر وشكلت سلاح اللغة العربية من الجزائر وبلاد المغرب وحتى الخليج. هيمنتها على قائمة أكثر الكتابات مبيعاً بالسنوات الماضية كانت من خلال أعمال مثل ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عبر سرير وغيرها كتير. الاجتياح الأمريكي للعراق بلغة أحلام مستغامة حمل عنوان قلوبهم معنا وقنابلهم علينا قبل ما تغيب لتسع سنوات وتعود برواية الأسود يليق بك. من أكثر الشخصيات المؤثرة بالعالم العربي والأديب الجزائري الأكثر مبيعاً بعدة لغات أحلام مستغامة، هذه المرة التكريم يليق بك. أحلام مستغامة تتفضل على المسرح لتستلم التروفي. ست أحلام ناطرينك تشرقي بس ما عم نعرف من وين. أحلام أنا بفوضى حواس اليوم، ما بعرف شو بدي أقلك. تستحق كل تكريم وكل تقدير. شكراً لعطائك الجميل. أحبائي، شكراً أولاً للجميلة المثقفة صديقتي بولا، هي صورة عن بيروت وعن لبنان الجميل الذي نحب. بسرعة، مساءكم بيروت، هل تعرفون أجمل من بيروت أمنية؟ مساءك حب يا مليحة العرب، ومساءنا امتنان. شكراً لكل ما نصبت لنا من كمائن المحبة. نحن يتامى الأوطان، فكل مبدع يتيم كان يقول النزار. شكراً لأنك أخذتنا بالأحضان دون أن تدققي في هوية حبرنا وطائفة كلماتنا ومذهب أمنياتنا. لذا كنت لنا الأمنية. ما من كاتب عربي إلا كتبته بيروت، لا يحتاج أن يقيم فيها، هي التي تقيم فيه. وما من كاتب عربي إلا وخان وطنه مع بيروت. بيروت لم تأخذ بيدي بل أخذت بقدري. إن لم تكن مسقط رأسي فهي مسقط قلبي، وهي أمي بالتمني. شكراً لست الدنيا لأنها جعلت من الفرح فعل مقاومة، ومن البهجة تمريناً للتناسي. لكن أمام ما نعيشه في العالم العربي من أهوال، نحن نرسب في امتحان النسيان. أخيراً أقول مع جبران إن تكريم المبدع ليس في أن تعطيه ما يستحق، بل في أن تأخذ منه ما يعطي. تكريمكم الأجمل كان بعيداً عن الأضواء، وأنتم تقرؤون كتبي. شكراً لكم أحبتي. عاش لبنان وطناً للإبداع. شكراً. مبروك للسيدة أحلام مستغامي. لجنة مهرجانات بيروت كانت متأملة مثل كل سنة تقدم جائزة تكريمية لرئيس الجمهورية اللبنانية. إنما بفراغ المنصب حبت اللجنة تكرم إحدى الشخصيات السياسية المهمة يلي طبعت بأعمالها وإصرارها الحياة السياسية والاجتماعية بلبنان. تميز ناديا بقربه من الناس وجنى طاقته وصلاحياته لخدمة الوطن. وجه حمل الخير للبنان، وخلال عهده نتفائل أكيد بسياحة أفضل. بطلب من السيد والدكتور ميشيل ظاهر والسيدة بشرى عيتاني يتفضلوا على المسرح ليعلنوا عن الاسم المكرم.
بدنا نكرم هلا ابن بيت، بدنا نكرم هلا ابن بيت لبناني عريق بالسياسه وبالاعمال، رافق النجاح خطواته وتميز بهدوء وبحكمه. شخصيه لبنانيه من بيت سياسي عريق مثلت العاصمه خير تمثيل بالمجلس النيابي، وعم بتابع عملها لتعزيز دور السياحه ببلد الارز. معالي الوزير السياحه ميشيل فرعون. رغم أنه ميشيل فرعون نائب عن العاصمة بيروت بكل الدورات النيابية من عام 96، إلا أنه دوره السياسي والاجتماعي والوطني تخطى حدود العاصمة حتى صار من الشخصيات الذائعة الصيت بعدد كبير من المجالات. رجل أعمال ناجح ورئيس مجلس إدارة الشركة اللبنانية السويسرية للتأمين، إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة بعدد من المؤسسات التربوية وشركات التأمين ووسائل الإعلام. ميشيل فرعون هو أيضا ناشط اجتماعي بامتياز من خلال دوره البارز بعدد من المؤسسات التربوية وتأسيس مركز العناية الصحية المجاني بكنيسة سان سوفر ببيروت. تولى عدة وزارات بين عام 2000 و2008، واستلم حقيبة السياحة بالحكومة الأخيرة ليثبت بأصعب الفترات يلي عم بمر فيها لبنان أنه هالبلد بتلبق له الحياة رغم كل الظلمية من حولنا، ويصر على تنشيط السياحة والترويج للبنان بالعالم وأبقاء مساحة للمهرجانات والفرح بزمن التطرف. شكرا. مساء الخير جميعا. جو استثنائي طبعا بالمكان بالزمان بالحضور، وكمان جو محبة وسلام. هالصورة اللي كلنا بدنا اياها للبنان، واكيد بدنا نقدر حقيقة هالجو اللي عم نعيشه، بس عم نشوف حوالينا الارهاب، الدمار، الظلم، الظلام، ديكتاتورية، تكفير وغيره. ونحن اليوم كون جالسين بلبنان عم نحكي عن الفن، عم نحكي عن الحضارة، عم نحكي عن السلام، عم نحكي عن التراث، عم نحكي عن البيئة، كيف بدنا نعمر بلدنا. وبعتقد الدفاع عن كل القيم اليوم اللي عم نعيشها أكيد بدها تضحيات. فبدنا نحيي أكيد الجيش اللبناني وجنودنا اليوم المخطوفين، والجيش الواقف على الحدود. وهذا الجيش مش بس عم بيدافع عن سيادة لبنان، عم بيدافع حقيقة عن نمط عيش، عن طريقة حياة اللي نحن سميناها لها الموسم، لها الصيفية، سميناه لبنان صيفية لبنان الحياة، لأنه كان في تحدي وصار في إرهاب، إنما نجحنا. وبعتقد وجودكم ووجودك اليوم، وجودنا اليوم بيّن أنه نجحنا بالدفاع عن القيم، بالدفاع عن نمط العيش، ومن دفاع عن الحياة بلبنان اللي اليوم هالسهرة عم نشوف قديش في نمو وفي فرص وفي طاقات بلبنان. أكيد بدي أشكر البياف اللي كمان عم تعطي الصورة المهمة للبنان، وهذه بعتقد بفضل اللجنة اللي ترأسها الأستاذ ظاهر. وعندما قال لي من كم يوم بدنا نكرمك، قلت له بس انا بعدني وزير السياحه، انا شغلتي كرم وسلط الضوء على كل الانجازات وكل الابداع، ومنهم اليوم البياف، فنحن بدنا نهنيك لهالانجاز. وما راح زيد اكثر من هيك. ثانك يو ثانك يو. ألف مبروك لمعالي الوزير، ونحن كمان مستمرين عبر شاشة الام تي في وإذاعة أغاني أغاني. أما هلأ رح ننتقل أيضا إلى فئة جديدة وحلوة كتير، لأنه فعلا الواحد بيتفائل لما حنعلن عن هالاسم اللي كنا نتمنى نحن نعلن عن اسمه. صعب الإنسان أنه يوصف صوت، فقلنا رح نوصف شعورنا لما نسمعه، وحتى لما حاولنا نوصف شعورنا لقينا أنه قصرنا بحقه، لأنه محمد صوته لما بيجتمع مع إحساسه بتصير الأغاني
بكل بساطة غير يعني معه الغنية اللبنانية بألف خير، حمل الأمانة وكان قد الحمل، هو اللي بيحل الكلمة واللحن. لتعرفوا عن مين عم نحكي، بدعي على المسرح سعادة النائب سيرج تور ساركيسيان والإعلامية باتريسيا هاشم. مساء الخير. مساء الخير جميعا، اشتقنا لهالاجواء الحلوه اصلا. بدك تبلشي انت او انا ببلش؟ اول شيء انا ما راح التزم بالكارت اللي كاتبينها، مع انه الكلمات حلوه، لكن الشخصيه اللي بدنا نقدمها وبدنا نستقبلها ونكرمها شخصيه حلوه اكيد ما بعرفها انا، لكن من اول نظره واحد بيحبه، صوت حلو، شخصيه عميقه، وفي عندها اشياء مشتركه، عندنا اشياء مشتركه نحن وياه، حبه للبنان، تمسكه بلبنانيته، حبه للجيش اللبناني، حبه للقوى الأمنية، حبه إنه بلده يضل مزدهر، وهذا اللي بدنا إياه نحن. وأكيد ما رح أكمل هيك، مش رح أخلي شيء لزميلتي، تفضلي. مساء الخير، مساء الخير سعادة النايب. صوته صلاة، حكايته مع الفن حكاية عشق ما بتخلص، مدري من أي عطر، من أي حنين، من أي سحر جاي هو وصوته. الواقع مع أغنياته أروع بكتير من الحلم، وحلمه بالنجومية صار من الماضي لما نبلش حلمه بالاستثنائية. عم يتكرم اليوم معنا عن مسيرة فنية إبداعية بتشبه الحلم، بس هي أكيد حقيقة نهائية. وائل كفوري، ألف مبروك. وما وعدتك بنجوم الليل. بيكفي نتذكر انه مسيرة وائل كفوري ابتدت باهم الاغنيات، تنتأكد ان مسيرة ناجحة بكل المعايير من اول لحظة لليوم. من استوديو الفن 92 رسخ وائل كفوري اسمه كحامل للاغنية اللبنانية، واصبح مرادف لاشهر اغاني الحب. شو رأيك ننسى اللي صار ونرجع سوا نسهر ليلي. 18 البوم وعشرات الأغنيات المنفردة سمحت لوائل كفوري يكون النجم المطلق من دون منازع بالمجال الفني، لدرجة أنه ألبوماته بتتحول لنجاح مطلق من دون ما يضطر يصور أي أغنية. عشرات الجوائز، جولات فنية بالعالم العربي والعالم، عقود مع أهم شركات الإعلانات، وبالفترة الأخيرة عضو بلجنة تحكيم إكس فاكتور، ومن بعده أرب آيدل. الأدوار انقلبت اليوم، وبدل ما يكون هو الحكم صار المحكوم، وتهمت النجاح المستمر والباهر خلال 22 سنة متواصلة. بحبك أنا كتير. مساء الخير جميعا، بيسعدني وبيشرفني اني اكون موجود معكم بهالحفل الكريم اللي منور بوجوه مبدعين من كل العالم. ورغم الاوضاع اللي عم نمرق فيها واللي عم بتمر فيها المنطقه، مشكورين بياف على هالانجاز اللي عم بتقوم فيه. بدي اشكر ربي على الموهبه اللي الله عطاني اياها، بدي اشكر كل المحبين، بدي اشكر كل الفانز، ايدي مدير اعمالي، واسمحوا لي وجه تحية كبار وأجلال للجيش اللبناني، لشهداء الجيش اللبناني، ولكل أسير الله يفك أسره ويرجع للمؤسسة ولبيته ولأهله بألف خير. وبدي أقول يا حامي حدودي والبلد، يا حامي حدودي والبلد، محبتك بالقلب ولولد الولد، وكل مين بيمد ايده على جيش بلادي لك فشر ينعت حاله بعده من ولا. حلو. ثانك يو،
ميرسي لكم. ميرسي. ونحن طمعانين تبقى معنا، طمعانين تبقى معنا ونسمع الصوت اكثر، ناخذ عنك هي نستعيرها شوي، بنعمل حالنا نحن ربحناها. أكيد نحن مستمرين معكم من زيتونة باي لما يكون جاهز الميكرو لتحديداً النجم وائل كفوري. الكل متعطش لحتى يسمع أغنيته، بعتقد اليوم المهرجان فعلاً أنت قدها وائل، الهوى لك.